بهالفيديو هنديلكن احدث طريقه لتساوي فيها اب ستور امريكي او ابل اي دي امريكي، وليش بتساوي امريكي وشو ميزاته. لهيك تابعونا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرحمن. مثل ما قلنا باول الفيديو هنورجيكم كيف بتساوي حساب ابل مجاني امريكي. مثل ما كثير بيعرف انه حساب الامريكي لازم تحط فيه العنوان وكذا شغلة اضافية غير لما بتساوي اي حساب عربي. المهم الحساب الامريكي، ليش العالم بتساوي حساب امريكي بالاصل؟ الحساب الامريكي مثل ما كلكم بتعرفوا اللي عنده اجهزة ابل من زمان، اجهزة ابل تقريبا والاب ستور تحديدا، لما بينزل تطبيقات بينزل تطبيقات تبعا للدول، يعني اول شيء مثلا بينزل لامريكا ولكندا، بعدين لدول اوروبا، بعد دول اوروبا بتجي للدول العربية. فهذا الشيء بخليك انه تساوي حساب امريكي لحتى يوصلك كل شيء، التطبيقات اللي قاعد بامريكا تقريبا وبينزل له التطبيقات هنيك بيجي لك لعندك انت وين ما كنت، المهم لانه عندك انت حساب امريكي. فهي هي كانت اكثر ميزه تقريبا بيحتاجها اللي بيساوي اب ستور امريكي. واللي بيساوي الاب ستور امريكي بتجي مشكله كثير كبيره انه لازم يحط مثلا طرق للدفع، اما فيزا او الباي بال او اي شيء، المهم لازم يحط طريقه للدفع. لهيك بهالطريقة إن شاء الله هندلكم كيف بتساوى مجاني 100% وندلكم كيف هي بتساوى بالتفاصيل. أنا تقريبا مثل ما شايفين بالأول أنا حاطط لغة النظام تبع الجهاز عندي عربي، بس تقريبا المعظم الخيارات اللي هيطلعون لنا إنجليزي، فهذا رجم لكم إياها لهيك لا تأخذوا بالكم. المهم بالبداية إذا كنت مساوي أي حساب لأبل آي دي من قبل، إذا حاطه دولتك أنت لهيك اطلع منه قبل كل شيء، اطلع منه وبتروح أول شيء بتفتح عندك الأب ستور، بتروح على هون الخيار هذا اهم شيء، بتجي على تطبيقات الفري، بتجي بتنزل اي تطبيق فري بدك اياه، المهم يكون فري مو يكون بمجان مو يكون بمصاري. بتجي بتستنى شوي هون، هلا بيقول لك بدك تستخدم حساب حالي او حساب جديد، انت حط طبعا حساب جديد، بيطلع لك هالصفحه، بتقعد بقى بتملى انت تقريبا كل بياناتك. اول شيء كل شيء بيعتمد عليك، بعدين لحتى بيجي بتعتمد على المعلومات اللي هيعطيك اياها بالتفصيل، مثل ما شايفين كله بالانجليزي. فهون مثل اول شيء بيقول لك شو الحساب اللي بدك اياه، بدك اياه امريكي، بدك اياه كندي، بدك اياه شو ما بدك اياه، مصري، سعودي، اي شيء بدك اياه هون بتختاره. نحن بهمنا هلا الامريكي. بتجي انت بتحط الايميل تبعك، هنحط ايميل تجريبي، وبتجي بتحط كلمه السر. كلمه السر اهم شيء يكون عندك اياه، بيقول لك انه لازم تكون احرف وارقام، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، بتجي اهم شيء تحط احرف. وللأمان أكثر بزيادة حط أول حرف هو كابيتال، مثل أنا تقريبا حط أبد مثلا، وتجي لهون 1 2 3 4 5 6 7 8، بتجي بتحط أول واحد كابيتال وبعدين بتكمله عادي. بتجي لهون بتحط تم، وبتجي بتوافق على هذا الخيار، بتوافق وبتحط نيكست. تقريبا هلا أول شيء مثل ما هون مثل ما قلنا بيعتمد على معلوماتك، بتحط هون استاذ نير، حطوا هون تقريبا خلوا يكون المهم عمركم فوق ال 18 سنة، ليك مثلا حطوه 90، حطوه 70، المهم يكون عمرك تقريبا بالحساب هذا فوق ال 18 سنة لحتى تتمتع بمزايا أكثر. بيجي لهون على الأسئلة، هدول أسئلة الأمان كتير 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 مهمين هدول أسئلة الأمان، لأنه إذا نسيت كلمة السر أو الإيميل أو أي شيء نسيته بحسابك هيطلب منك في خيار إنه بتستعيد كلمات السر أو الإيميل عبر أسئلة الأمان. لهيك أسئلة الأمان كتير كتير مهمة، لا يعني لا تحطوا هيك تجاوبوا شلون ما كان، يعني أسئلة سهلة أنت خلي عندك أسئلة مميزة. يعني بيقول لك هون شو اسم أول صديق مفضل إلك بالثانوي، فأنت مثلا هيك أنت افتكر شو هو أفضل صديق عندك يا مثلا هنسميه سعيد. بيجي لهون تاني شي بيقول لك شو هو، هون بتختار انت اسهل سؤال بالنسبة لك، تقريبا اسهل واحد انه شو وظيفتك، حلمك تشتغل، شو حلمك تشتغل مثلا كتب دكتور او اي شيء، يعني مو ضروري دكتور، المهم انت بالنسبة لك بحيث شو ما كان تتذكره فورا لهالسؤال. المهم كتب اجوبة تتذكرهم بسرعة وتتذكرهم ما ابدا، اذا بتقرأ السؤال دغري بيجيك على بالك مثلا اول صديق لك، دغري بيجيك عندك مثلا سعيد، تتذكر شو اول حلم انت حلمك تشتغل، دغري بيجي لك الجواب. فلهيك حط اهم شيء اسئله واجوبه دغري تتجاوب عنها، وبتحط بعدين نيكست. هذول كله الخيارات انت بيعتمدوا عليك، يعني كله بيعتمدوا عليك، فمو ضروري تحط مثلي، وبتستنى شوي لبين ما هون بيتفعل.
مثل ما شايفين بعد هالخطوة هيطلع لك هون أهم خطوة. مثل ما شايفين تنزل لتحت أول شيء أهم شيء تنزل بتلاقي هون إنه شو الحساب تبعك اللي بدك تساوي. أهم شيء يكون United States اللي هو الأمريكي مثل ما حطينا بالأول. انتبهوا إذا هتغيروا من هون هيروح عندكم هذا الخيار اللي بيهمنا نحنا، هذا الخيار النون. هذا الخيار إنه بيقول لك أنت ما بدك ولا بطاقة لا الباي بال ولا الفيزا ولا الماستر كارد ولا أي شيء، تحط نون. إذا بتنزل لتحت وتغير هذا الخيار بتحطه كندا أو بتحطه أي شيء، هيروح هذا الخيار النون وهيروح كل شغلك على الفاضي، وترد ترجع تضطر إنه تحط باك وتقيمة كلها وترد تنزل التطبيق من أول جديد وتدخل معلوماتك من أول جديد. لهيك لا تغيرها. هي نجي لهون بيقول لك بده العنوان بالتفصيل. شو هو العنوان الأمريكي اللي هنكتبه هون؟ هنجيبه تقريبا هي الصورة اللي أنا جايبة منها. هنحط لكم كل شيء تقريبا معلومات هنحطها بالوصف. بيجي أول شيء عندك هون أول عنوان، أول شيء اسمه واسم الثاني وبعدين العنوان. أول عنوان بتحط 1-7، بعدين بنجي على العنوان الثاني كمان مهم. كل هدول تقريبا مهمين لأنه العنوان بأمريكا لازم يكون بالضبط مزبوط ومو أنت مألفه، لهيك بالضبط لازم يكونوا مثل هيك. نجي على تاني واحدة هيك بتحط شخطة SU، شوفوا كيف شخطة شخطة بعدين نقطتين، بعدين تحط كابيتال، ترجع بتحط كابيتال A بعدين MBT. شايفين كيف هذا هو العنوان الثاني. تجي على السيتي، السيتي مهمة كمان، تجي بتحط بعدين المحافظة، المهم يكون المحافظة نحطها كاليفورنيا CA كاليفورنيا. بعدين بتجي لهون على الستيت، ايه حطيناها الستيت تم. حط هون عزيب، هذا كمان من اهم الاشياء اللي لازم انت تنتبه لها وتدخلها هون. 9-0-5-0 بعدين 4، وبهيك بيكون اكتمل. بيجي بالكل رقم الموبايل كمان مهم كتير، الرقم الموبايل تحطه 1-2-3 والرقم الثاني 3-2-4 بعدين شخطة. أهم شيء يكون في شخطة، وين الشخطة؟ موجودة، مو مشكلة. مهم حط 4 بعدين 8-9-4. بهيك بيكون شايفين كيف خلصوا كلياتهم. شايفين وأهم شيء حطينا النان هون وبعدين حطينا هون الكاليفورنيا وكملنا كل الخطوات. نجي منحط نيكس. مثل ما شايفين هيك بيكون مبروك عليكم. بيرسلوا لك مثل ما شايفين أرسلوا لك كود التفعيل لإيميلك، تروح على إيميلك وبتجي بتكتب هون التفعيل دغري بيتبعت لهيك. روح على ايميلك فورا ولاقي الايميل تبع التفعيل شو التفعيل، بتضغط عليه بتلاقي الرابط، او مو ضروري هون، المهم الغي انت هي وروح لهنيك بيرسلوا لك الرابط، اضغط على رابط التفعيل دغري بيتفعل حسابك ان شاء الله. اذا ما ضبط بترد ترسل الرساله على الايميل، وبهيك المهم بيكون صار عندك حساب امريكي. بهذا بيكون هيك تقريبا صار عندك الحساب الامريكي. طيب شو الفرق بين الامريكي، الحساب الامريكي والحساب العادي؟ هنورجيكم الحساب الامريكي كيف شكله والحساب العادي كيف شكله. مثل ما شايفين هيك سجل دخول. هلا بنروح بنورجيكم شو المتجر الامريكي كيف شكله، وهنقارنكم اياه نورجيكم كيف المتجر العربي كيف شكله. شوفوا هون هيطلع، نجي بنسكره بالاصل هذا بالاول وبعدين بتجي بتفتحوه هون. مثل ما قلنا المتجر الأمريكي أول التطبيقات أول شيء بتنزل عليه، لهيك هتلاقوا في كتير اختلاف بينه والمتجر العربي. يعني شايفين كيف هون، شايفين كيف كله هدول. هلا نورجيكم كيف العربي هيبقى تطبيق الأسبوع، كله هدول كله هدول هتلاقيهم فرقوا عندك بالعربي. حتى هون اللي هون إذا قلبت هيك هتلاقيهم فرقوا. هلا هنورجيكم كيف شكل الأب ستور العربي. تجي لهون منحط كروج. هذا هو المتجر المصري، بما اني انا بمصر مساوي واحد مصري. مثل ما شايفين بيقول لك هي حولك على المتجر المصري، تكبس اوكي بيقوم بحولك على المتجر العربي. المتجر العربي تقريبا كله بيشبه بعضه، ما في شيء. هلا مثل كندا بيفرق عن الامريكي، بيفرق عن الاوروبي، بيفرق في كم شغله، انما المتجر العربي كل الدول العربيه اللي بتساويون هتلاقون نفس الشيء. شايفين كيف فرق صار بالعربي، صار من على الشمال لليمين ومن فوق. شايفين كيف هي طلعت من مثل الامريكي هون، شايفين هدول كله جدا ما عدا بس هي ماينكرافت، انما هدول كله تقريبا ما كانوا هنيك. فهذا هو كان الفرق بين المتجر العربي والمتجر الكندي او المتجر الامريكي. لهيك بيكون خلاص شرحنا لليوم كيف تساوي المتجر الامريكي المجاني او الكندي او اي شيء. هنحط لكم مثل ما قلنا المدينه وكل شيء بدك اياه بيلزمك، هنحط لكم اياه بالوصف.
بالنهاية لا تنسى إذا عجبك الفيديو تشترك بالقناة وتخبرنا رأيك عن القناة بكل جدية، يعني بكل رأيك صراحة، ولا تنسى تحط لايك وتعمل مشاركة إذا عجبك الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.